ورجعنا مشاهدينا، واول فقره معانا النهارده فقره الصحافه عشان نعرف اهم المانشيتات مع بعض والاخبار الموجوده في كل الجرائد. طبعا في الاول منورني الصحفي والكاتب الاستاذ اشرف البربري، هو رئيس قسم الاخبار بجريده الشروق. صباح الخير يا فندم. صباح الخير عليك وعلى كل المستمعين. اهلا بيك. شفت الجو النهارده في لمحه تراب شويه؟ شتوي. لمحه تراب بس كويس. تمام الحمد لله. نروح للاخبار اللي موجوده معانا في الجرائد النهارده. ناخده خبر خبر وبعدين نرجع نعلق ونتكلم عن كل خبر مع بعض. اوكي. الشروق صفحه اولى بتقول وقف تنفيذ حكم استبدال الفلول. الاهرام صفحه اولى 18,000 لجنه تستقبل ناخبي المرحله الاولى. المصري اليوم العليا للانتخابات قاضي لكل لجنتين والشرطه تحرر محاضر ضد المتغيبين عن التصويت. 536 لجنه فرعيه في المرحله الاولى. الأهرام صفحة أولى مصير وثيقة المبادئ الدستورية يتقرر اليوم. الأخبار صفحة 8 المتظاهرون لن نرحل قبل رحيل موبيكو عن دمياط. الشروق صفحة 3 دراج على خطي علاء عبد الفتاح. الأخبار صفحة 3 الجمعة الحائرة. المصري اليوم صفحة 3 الدستورية العليا تلغي السلطة المالية في تعديل إقرار ضريبة المبيعات. الأهرام وده آخر خبر معانا هو آلية عربية لحماية المدنيين السوريين. أستاذ أشرف نبدأ مع بعض، وأول خبر هو معانا في جريدة الشروق بيقول وقف تنفيذ حكم استبعاد الفلول. هو حكم كان متوقع هو الحقيقة، عشان بس حصل نوع من اللبس عند الناس. الحكم ليس اعتراف بحق الفلول أو أعضاء الحزب الوطني المنحل مطلقا في خوض الانتخابات، لكن هو الطعن تقدم على الحكم اللي صدر من محكمة القضاء الإداري في المنصورة باستبعاد مرشحي أو أعضاء الوطني من الانتخابات بوقف تنفيذ الحكم وإحالة الطعن إلى دائرة الموضوع اللي هي هتصدر حكمها النهائي قبل الانتخابات، مفترض قبل انطلاق الانتخابات يصدر الحكم النهائي. فهو الحقيقة انه هو ما زالت ملف استبعاد الفلول مفتوح، ما المسألة لم تحسم بعد، لكن فقط تم تعليق الحكم اللي هو حكم استبعاده. يعني لسه قدام شويه برضه محتاجين اسبوع تقريبا على ما يصدر القرار النهائي اللي هو قرار المحكمه العليا، وده بيبقى حكم نهائي ما بيقبلش اي طعن. الاهرام صفحه اولى مكتوب فيها 18,000 لجنه تستقبل ناخبي المرحله الاولى. طبعا هو العنوان الأهرام وعنوان المصري اليوم الخاص بأنه قاضي لكل لجنتين مرتبطين. طبعا يعني نقوله مع بعض، هو المصري اليوم العليا للانتخابات قاضي لكل لجنتين والشرطة تحرر محاضر ضد المتغيبين، عايزين نتكلم في الموضوع ده عن التصويت، و536 لجنة فرعية في المرحلة الأولى. يعني بالنسبة يمكن النقطة الأهم هي حكاية قاضي لكل لجنتين وتحرير المحاضر ضد المتغيبين. ربما يفتح العنوان ده إذا حصل مشكلة أو باب للطعن في الانتخابات. المحكمة الدستورية العليا لها تفسير لكلمة الإشراف القضائي الكامل وهو قاضي لكل صندوق. إحنا هنا بنقول قاضي لكل صندوقين، فمعرفش إذا كان هذا الأمر يفتح باب للطعن أو إذا كان يجب تحصينه بشكل ما حتى لا نفاجأ. وده يعني مدى خطورته أو مدى خطورته يعني إنه في الآخر في أحد في انتخابات مجلس الشعب في أحد دوراتها تم حل المجلس لأنه الإشراف القضائي الكامل لم يكن يتضمن قاضي لكل صندوق، كان برضو كان قاضي لكل أكتر من لجنة بيشرفوا عليها. فبعد الانتخابات ما خلصت الناس اللي ما وفقوش في الانتخابات رفعوا القضية قدام المحكمة الدستورية العليا، فقالت فعلا الانتخابات دي باطلة لأنه الإشراف القضائي الكامل يعني قاضي على كل صندوق. فهنا احنا عندنا قاضي لكل صندوقين. يعني مش عارف المسألة يعني تنطوي على مشكلة برضو، يعني المفروض أنه الصح يكون قاضي لكل صندوق. هو المحكمة الدستورية قالت كده نصا، يمكن هو في تفاصيل الخبر قالوا أنه هيبقى الصندوقين موجودين في نفس الفصل في المدرسة، فيعني يعتبر يعني انا اتصور انهم الامر يحتاج فتوى من المحكمه الدستوريه علشان نحسبها. طب والشرطه هتحرر محاضر ضد المتغيبين، ايه العقوبه يعني؟ العقوبه غرامه 500 جنيه وديت ضعف الغرامه 5 مرات، هي كانت 100 جنيه في الانتخابات السابقه. يعني هو الحقيقه ان الامر طبعا في المفروض ان الناس هتبقى حريصه على ده عن طريق بقى الرقم القومي مثلا بالظبط. ما هو في الاخر انتهى خلاص المساله بقت رقميه، فاسمك متعلم عليها الكمبيوتر سهل ان انا اعرف مين صوت ومين ما صوتش. لكن عموما بس هو الاهم من ده انه تكون اللجان الانتخابيه مؤهله لاستقبال العدد الكبير من الناخبين وفقا للارقام
اذا كانت كل لجنه فيها 1000 صوت احنا محتاجين 25 ساعه علشان نص الناخبين يصوتوا. ده مثلا ده يعني يعني المفروض طبعا طالما هم عايزين يعملوا اللي عليهم هم كمان علشان لما الناس تروح مش مطلوب ان انا اقف في طابور ساعه او اتنين او ثلاثه علشان امارس حق الدستوري يعني صحيح. او عشان حتى افلت من العقوبه يعني. عشان حتى افلت من العقوبه ما تعاقبش مرتين ما تعذبش وكمان يعني يبقى عليا عقوبه زي ما حضرتك بتقول 500 جنيه كده. الأهرام مصير وثيقة المبادئ الدستورية هيتقرر اليوم إن شاء الله، فأنت متوقع إيه؟ أتصور أنه هو الحقيقة المجلس العسكري والحكومة فيهم ميزة يتصورها البعض عيب، وهو أنهم دائما مستعدون للتراجع، عشان كده أتوقع أن هم يتراجعوا. الوثيقة تواجه رفض واسع، عايز أقول أنه تقريبا شخصيات تؤيد شخصيات، مجرد شخصيات هي التي تؤيد، انما كل الساحه السياسيه او اغلب الساحه السياسيه، اغلب القوى السياسيه حتى الاحزاب اللي فيها الشخصيات بتؤيدها بترفض هذه الوثيقه. فتقديري انه هيتم التراجع او تعديلها بانها لا تصبح وثيقه الزاميه، تصبح وثيقه استرشاديه للجنه اللي هتضع الدستور، يعني يبقى لها قوه الالزام الاخلاقيه وليست قوه الالزام القانوني. المهم ما يحصلش فيها جدال وتتأجل برضو اليوم تاني ونرجع نتكلم في انه النهارده هيتقرر مصير. هو المفروض الناس تتكلم في الانتخابات يعني. تمام. الاخبار وصفحه 8، المتظاهرون لن نرحل قبل رحيل موبيكو عن دمياط. يعني هو الحقيقه مطلب ليس في محله، يعني مش جد يعني. مش يعني المشكله انه الناس لازم نعرف انه مصانع البتروكيماويات موجوده في كل دول العالم، المفاعلات النوويه موجوده في فرنسا في المدن، يعني فرنسا ما هي على سبيل المثال. الحق المجتمع ان يتاكد انه المصنع يلتزم باقصى معايير الحمايه والامان والسلامه، وانه لا يكون له اي تاثير باي قدر من او درجه من الدرجات على البيئه المحيطه به. اما انه ازيل المصنع، لانه في الاخر طب انا هشيل المصنع من دمياط هيروح فين؟ هنوديه السويس. السويس هيعترضوا. الصحراء. المصانع البتروكيماويات يجب ان تكون قريبه. لا يعني شوفي، عشان برضو هي المصانع كل مصنع بيبقى له اشتراطات معينه جغرافيه. هل كان في لجان رقابيه على المصنع ده حصلت طبعا قبل كده ولا ما كانش بيحصل؟ يعني طبعا احنا شوفي، هو احنا في مصر على الورق ممكن يكون في لجان عظيمه اتعملت، لكن ينفع ان المتظاهرين يقولوا احنا بنطالب بلجنه خبراء دوليين زي ما بيجيب حكام اجانب عشان يتاكدوا، انما فكره ان انا اطارد المصانع، ما هو اصلها في الاخر طبعا في مشكله كمان في اختيار المصانع. هو المفروض ان القائمين على انشاء المصانع في اي مكان يربطوها بالمجتمع المحيط، يعني كل العاملين فيه يبقوا من المنطقه المحيطه، فيتحول المصنع وجود المصنع لمصلحه مباشره لي. انما في الاخر انا ممكن في دمياط الاقي نفسي انا باخد اضرار محتمله للمصنع، لكن المزايا كلها لانه كان منظومه الفساد القائمه جايبه عمال من الشرقيه وجايبه عمال من السويس وجايبه عمال من بعيد، فبقيت انا بتضرر ومش مستفيد. انما لو انا خليت المصنع جزء من البيئه المحليه والمجتمع المحلي هم هيدافعوا عنه. مظبوط صحيح. وبعدين قصه بس النقطه بتاعت ان احنا نجيب لجنه رقابيه من بره عالميه ليه؟ يعني احنا اكيد عندنا ناس، أكيد عندنا ناس، بس ما عندناش زي ما احنا قلنا، ما احنا عندنا حكام في الكوره بس احنا بنجيب حكام اجانب لانه احنا عندنا تراث طويل من عدم الثقه. يعني هيتغير التراث ده، هيتغير بس شويه، هيتغير شويه شويه، لكن النهارده لما يكون عندي البديل، لما يكون عندي انا بختار بين تفكيك مصنع واستثمارات بمئات الملايين وفرص عمل او وظائف قائمه بالفعل بالالاف، وان انا استعين بلجنه خبراء عشان اطمن الناس، لانه من حق الناس اللي ساكنه جنب المصنع انها تامن على حياتها دون الاضرار بهذه الاستثمارات. يبقى اكيد انا قصدي بس انه ليه ما يبقاش مصريين؟ هل احنا مش كفء؟ هل لا خالص احنا عاليه؟ احنا ما عندناش يعني الثقه. يعني حاجز الثقه دي محتاجه وقت. لا الثقه تحديدا تحتاج وقت عشان تتبني يعني. يبقى شروق صفحه 3، دراج على خطي علاء عبد الفتاح. هو الحقيقه الدكتور احمد دراج احد نشطاء الجمعيه الوطنيه للتغيير قرر انه يرفض المسؤول امام القضاء العسكري اللي هو تم استدعائه للمسؤول امامه على طريقه الناشط علاء عبد الفتاح، رفضا منه للمحاكمه او القضاء العسكري النيابه العسكريه. وبيقول انه بما ان انا انسان مدني، مواطن مدني ولست مواطن عسكري، احاكم واقاضى امام القضاء المدني وليس امام القضاء العسكري. هذا الاسلوب في الاحتجاج الحقيقه هو اسلوب بالغ التحضر ويحقق نوع من الزخم، يعطي الزخم لقضيه لا للمحاكمات العسكريه وفي نفس الوقت دون الاصطدام باي جهه ودون الاعتداء على اي مصالح. هو نوع من الاحتجاج السلمي اللي يعني بيفكرنا بغاندي، يعني فكره غاندي في المقاومه، الرفض السلبي. انا مش رايح،
وعايزين تقبضوا عليا او عايزين انا موجود في الكليه يوم الاحد والثلاث من كل اسبوع تقدروا تيجوا تقبضوا عليا، لكن انا مش هروح النيابه العسكريه لان انا مش معترف بانها لها سلطه استدعاء عليا. فده تمام. حاجه موقف الحقيقه موقف يعني يحترم من الدكتور احمد دراج. تمام صحيح. الاخبار الجمعه الحائره، وده اسم من طبعا من ضمن اسامي كتير للجمعه اللي احنا على طول عايشين فيها. عايشين فيها بقى لنا قد ايه دلوقتي تقريبا؟ من قربنا اقترب من السنه تقريبا 10 شهور من 25 يناير يعني 28 يناير على وجه التحديد جمعه الغضب العظيمه يعني. تمام. طبعا هي حائرة. ايه بقى الجمعة الحائرة؟ لانها مرتبطة بوثيقة المبادئ الدستورية. فبما انه المجلس العسكري حائر في وثيقة المبادئ الدستورية، هل يا ترى هيعدلها؟ هل هيغيرها؟ هل هيسحبها؟ فالقوى السياسية ما زالت حائرة. النهاردة لو المجلس العسكري او الدكتور علي السلمي خرج علينا بانه سحب الوثيقة، هتبقى الجمعة ملهاش معنى. فعلشان كده هي ما زالت حائرة، تتحدد النهاردة بعد ما يحدد المجلس العسكري موقفه من الوثيقة. هنشوف اللي هيحصل برضو. احنا يعني كل مرة بنفضل قاعدين وبنشوف النتيجة ايه اللي هيحصل فيها. المصر اليوم الدستورية العليا تلغي السلطة المالية في تعديل اقرار ضريبة المبيعات، دي حاجة مهمة جدا. هو كان وزير المالية بيعطي نفسه سلطة تحديد او مواعيد تعديل الاقرارات الضريبيه لان الناس اللي بتقدمها هي المفروض القانون اللي صدر عن مجلس الشعب بيقول انه في خلال 60 يوم الممول يقدر يعدل اقراره الضريبي، نوع من التسهيل او يعني لها اعتبارات قد تتعلق بالوزاره، مدوها لسنه ثم مدوها لثلاث سنين. الدستوريه العليا وهي وهيعذبوا الناس بقى في الكام شهر اللي كان فيهم مشاكل ولا لا يعني هو بالعكس قد يكون نوع من التسهيل. لكن هي الدستوريه العليا لانها هي رقيبه على مدى دستوريه اي قرارات او اي قوانين، بتقول انه تعديل القوانين يجب ان يكون من سلطه مجلس الشعب او سلطه البرلمان وليس من سلطه الوزاره او الحكومه او السلطه التنفيذيه. الاهرام بقى اخر صفحه، اخر خبر معانا النهارده هو اليه عربيه لحمايه المدنيين السوريين. زي ما احنا عارفين طبعا بتمر بازمه، يمكن احنا الحمد لله ما تعرضنا لهاش بشكل واضح، واحنا عايزين نعرف مصير اللي بيحصل هناك هيبقى عامل ازاي. الاليه العربيه دي للحمايه هتبقى شكلها عامل ازاي؟ هو المفروض انه في بعثه من 500 مراقب هتروح تشرف على تطبيق المبادره العربيه، اللي هي كان اهم شروطها انه العرب انه سحب القوات السوريه ووقف العنف والافراج عن المعتقلين. واعتقد انه ده لو تحقق هيبقى ان شاء الله ده المسمار الاخير في نعش نظام بشار الاسد. نتمنى بجد. وبشكرك جدا استاذ اشرف على وجودك معانا النهارده، نورتنا وصباح الخير. شكرا جزيلا. مشاهدينا كان معانا الاستاذ اشرف البربري ورئيس قسم الاخبار بجريده الشروق. النهارده اتكلمنا عن اهم الاخبار الموجوده في الجرائد النهارده. هنسيبكم مع فاصل صغير جدا، لسه مكملين معاكم لحد الساعه 11، خليكم معانا.